الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا الزوايا لم تنشأ لتبقى في الزوايا. الزوايا كما تعلمون أنشئت لنشر العلم. الزوايا هي مدرسة أهل الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هناك جماعة عددهم 400 يزيدون أو ينقصون، منهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كانوا في المسجد يتعلمون العلم، كانوا في المسجد ينشرون السنة. الزاوية هكذا أنشئت، هذه زاوية لنشر العلم. فما قامت به الزاوية البلقايدية اليوم هو ما فعله أهل الصفة اليوم، هو نشر للعلم، لأن الزاوية هي العلم. الزاوية ليست كما يتصوره البعض أو كما أراد أن يصورها البعض من أعداء الزوايا. الزاوية هي لإطعام الطعام، الزاوية لتعليم العلم، الزاوية لإيواء الناس، للإخاء، للمحبة، لجمع لحمة الشعب الجزائري وجمع الناس. فأنا أشكر هذه الزاوية على اختيار الموضوع، موضوع العقيدة، موضوع التوحيد. التوحيد هو الأساس. علماءنا والحمد لله كلهم أشاعرة، علماء الجزائر منذ أن عرفنا العلم كلهم أشاعرة والحمد لله، ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، يذكرون الله، يحبون الله، علموا الناس حب الله، علموا الناس التواضع، نشروا في الشعب الجزائري المحبة والحمد لله. هذه العقيدة التي نريدها، التي جمعها ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. العقيدة الأشعرية جمعت بين النقل والعقل، ليست هي عقيدة عقلية كمذهب المعتزلة، وليست هي عقيدة نقلية فقط بدون عقل كما هو مذهب المجسمة أو الحشوية. عقيدة جمعت بين الكتاب والسنة والعقل. 700 آية في القرآن أو يزيد كلها تنبه على العقل، أفلا يعقلون لأولي الألباب. فالله تبارك وتعالى لما يخاطب العقل، الله تبارك وتعالى لما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني لو علمتم علم النجوم لعلمتم عظمة هذا القسم. فالعقيدة الأشعرية من ميزاتها أنها جمعت بين النقل وبين العقل. من ميزاتها أنها تحب كل الصحابة وآل البيت. هناك النواصب يعادون آل البيت، وهناك طوائف تعادي الصحابة. الحمد لله العقيدة الأشعرية التي نابتنا عليها نحب، اتسعت قلوبهم إلى حب الصحابة وحب آل البيت. إني أحب أبا بكر، إني أحب علي وشيعته كما أحب أبا بكر صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل عمر في الدار، كل الصحابة سادتي ومعتقدي، فهل علي في هذا من عاري؟ فإحنا أهل السنة نحب الصحابة، نحب آل البيت، ننزه الله تبارك وتعالى. هذا هو دور الزوايا اليوم. والله أنا هذا اليوم نعد من أسعد أيام. اليوم رفعت راية التوحيد. كم تعدي على هذا المقام، كم تعدي على هذا المقام. علماءنا كفروا، علماءنا ظللوا، علماءنا أخرجوا من الحق، من الكتاب، من السنة. جئتم اليوم فأعدتم الناس إلى عقولهم، أعدتم النصاب إلى واقع، أعدتم الحقيقة. هذه هي الزاوية، هي العلم ونشر العلم، وليس هناك إلا العلم وذكر الله وقراءة القرآن والإحسان والعمل بالفقير، هذا كله روافد، ولكن العلم هو الأساس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذه هي الزاوية، إن شاء الله ربي ينصرها ويوفقها ويسددها ويجري الخير على يديكم إن شاء الله، أنتم ومن ينظر إلينا. شكرا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآن
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يا
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن الحدود والغايات، المقدس عن أن تحده الجهات كسائر المخلوقات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزلت عليه الآيات المحكمات والمتشابهات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الأئمة الهدات. أما بعد، عمار بيت الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجلس إلى حضراتكم في هذه الأجواء النورانية الرمضانية على مائدة الدروس المحمدية فضيلة الشيخ شمس الدين الجزائري من علماء ودعاة هذا البلد المبارك. له مشاركات في ملتقيات ولقاءات علمية متنوعة، كما أن لفضيلته مؤلفات وكتابات في ميدان العقيدة الأشعرية والدفاع عنها والرد على الفرق الضالة والمبتدعة، وهو كذلك من الوجوه البارزة في الساحة الإعلامية داخل الوطن وخارجه. يلقي على مسامع حضراتكم درساً في هذه الأمسية موضوعه التنزيه عند أهل السنة والجماعة، استمداداً من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليتفضل مشكوراً موفقاً إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يغفل عنها كثير من الناس أنه حول أمة كانت تعبد صنماً إلى أمة تعبد رباً ليس كمثله شيء. وأن تنقل الناس من عبادة حجر إلى عبادة رب لا يراه ورب لا يسمعه ورب لا يكلمه مباشرة هكذا إلى عبادة رب ليس كمثله شيء، هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. كان الناس في الجاهلية يعبدون صنماً، كان ربه في بيته، وإذا سافر ينقل ربه معه، إن كان صغيراً نقله في جيبه، إن كان كبيراً نقله فوق ناقته. فعبادة الأجسام عقيدة جاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل هذا الذي كان يعبد حجراً إلى الإيمان برب ليس كمثله شيء، من أعاجيب التاريخ، من أعاجيب العبقرية، من المعجزات التي لا بد أن يصنف فيها. كيف تستطيع أن تنقل رجلاً يعبد رباً كان في بيته إلى رب ليس كمثله شيء؟ ولذلك سيدنا حمزة رضي الله عنه يوم أن أسلم قال كلمة لا بد أن نقف عنها. قال: يا رسول الله أو يا محمد، حينما أتجول في الصحراء أعتقد أو أرى أو تبين لي أو أكتشف أن الله أعظم من أن يوضع بين أربعة جدران. هكذا بالفطرة السليمة
بالمنطق السليم تبين له أن الله أعظم من أن يكون جسما يوضع بين أربعة جدران. اليوم سنرفع علم التنزيه، العلم الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذه الكلمة خط بها رسول الله العقيدة الإسلامية للمسلمين إلى يوم القيامة، فمن تجنب كان الله ولم يكن شيء غيره فقد ابتدع وقد أخطأ وقد تجنب الصواب، لأن إمام أهل التوحيد يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا سماوات ولا أراضين ولا عرش ولا فرش ولا شيء من هذا، كان الله ولا شيء غيره. ثم جاء القرآن، ثم قال القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء. آية محكمة، قاعدة واضحة بينة على كل الآيات المتشابهة وعلى كل الأحاديث المتشابهة أن تعود إلى هذه الآية. المحكم هو الذي، ماذا سمي محكما؟ هو الحاكم على المتشابه، وليس المتشابه هو الحاكم على المحكم. كل الآيات المتشابهة لابد أن تفهم تحت ظل ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى، ليس كمثله شيء. يد الله فوق أيديهم، ليس كمثله شيء. كل آيات، الآيات المتشابهة التي تحتمل من المعاني الكثير ومن التأويل تأويلات كثيرة، لابد أن تعود إلى الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. ولذلك ظل قوم جعلوا ليس كمثله شيء هي المتشابه، وجعلوا الآيات المتشابهة هي المحكمة، فحكموا المحكم إلى المتشابه ورجعوا بالمحكم إلى المتشابه. اليوم نتحدث عن التنزيه الذي حمل رايته رسول الله، ثم حمل رايته صحابته، ثم التابعون، ثم الأئمة، ثم الإمام الأشعري، ثم الباهلي وابن فرك والباهلي وابن مجاهد، ثم الباقلاني والجويني وابن فرك الذي قتله المجسم بالسم، ثم الرازي وأبي حامد الغزالي والسنوسي والبيضاوي والآمدي، وهكذا إلى يوم القيامة الذين رفعوا راية التنزيه. ما معنى التنزيه في اللغة العربية؟ نحن نقول رجل نزيه، رجل نزيه يعني بعيد عن الشبهات. كل مادة نزهة كيفما استعملت إلا ودلت على الابتعاد والبعد. تنزه الرجل في المتنزه، وأخذ أولاده يتنزهون إلى المنتزه، بمعنى ابتعدوا يتنزهون، لأنه لا أحد يتنزه داخل بيته. فتنزه الرجل يعني ارتفع وابتعد عن الشبهات وعن خوارم المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: وما لي لا أبكي، وأهلي دون سائر خلق الله ماتوا. فالرجل النزيه هو رجل البعيد عن الشبهات. ذهبنا نتنزه، يعني ذهبنا بعيدا، ذهبنا إلى المنتزه، المنتزه البعيد. تكاد تكون كلمة تنزه أو نزه بمعنى ابتعد، وهو نفس معنى التنزيه في الاصطلاح. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن رجلين يتعذبان في القبر، قال: أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، لا يتنزه، لا يبتعد عن النجاسة، لا يتنزه عن البول، يعني لا يبتعد عن النجاسة. إذن تذكر جيدا أن التنزيه لغة هو البعد، هو الابتعاد، أن تبتعد. عن ماذا تبتعد؟ إذا تعلق الأمر بالله، إذا تعلق الأمر بالله. ما هو التنزيه في الاصطلاح؟
هو أن تبتعد عن وصف الله جل جلاله بكل ما لا يليق به، كل ما يليق بالألوهية لا يجوز أن يوصف. الذي يعتقد أن الله يجلس، أنا اليوم أجلس، أنت تجلس، الذي يعتقد أن الله يجلس على عرشه فهذا لم ينزه ربه، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء. آية محكمة بينة صريحة وضعها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ليس للعلماء فقط، حتى لعوام المسلمين، العجائز، الشيوخ، الأطفال يقرؤون القرآن ليس كمثله شيء، ثم يقرأ كل الآيات فلا يخطر على قلبه تجسيما ولا ضلالا ولا أنه يعبد صنما ولا أنه يعبد ربا يستلقي ويضع رجلا على رجل وله أعين كثيرة في وجه واحد ويضحك وله لهوات وله أضراس، لا يخطر هذا على باله أبدا أبدا. لماذا؟ لأن القاعدة الموجودة في قلبه ليس كمثله شيء. التنزيه لغة أن تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. فإذا اعتقدت أن الله موجود فقد نزهته عن العدم. كل عقيدة في الإسلام مربوطة بالتنزيه، يكاد يكون موضوع التنزيه هو أساس هذه العقيدة الإسلامية. إذا اعتقدت أن الله قديماً أي لا أول لوجوده فقد نزهته عن الحدوث وعن البداية. إذا اعتقدت أن الله باقٍ وهي صفة سلبية يتأتى بها نفي عدم الوجود، الوجود لا يفنى، فإذا اعتقدت أن الله باقٍ فقد نزهته عن الفناء، نزهته عن الفناء. كيف يكون رباً من يفنى؟ كيف يكون رباً من كانت له بداية واحتاج لبدايته إلى صانع يوجده وإله يوجده؟ إذا اعتقدت أن الله قدير فقد نزهته عن العجز. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا فسدتا بمعنى لم توجد أصلاً. كيف يكون هناك إلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا؟ فإذا اتفق على إيجاد الكون فيستحيل أن يكون هذا الكون كائنا، لأن الإلهين يجتمعان على التأثير على هذا الكون والتأثير على الشيء الواحد مستحيل. فإذا اختلفا أحدهم قال للكون كن والآخر قال للكون لا تكن، فإذا لم يكن هذا الكون فالذي قال له كن لا يكون رباً، والذي قال لا تكن لا يكون رباً. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا اعتقدت أن الله قدير، قدير وهي من صفات الله تبارك وتعالى، القدرة والإرادة، الإرادة صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، القدرة هي صفة أزلية قائمة بالذات بالله تعالى يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة، والإرادة على وفق العلم. إذا اعتقدت أن الله قدير فقد نزهته عن العجز، نزهته عن العجز. ولذلك سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، كلنا يحب هذا الصحابي رضي الله عنه، أبو ذر بالفطرة نتاعو، هي احنا قبل الفطرة هي الهداية تاع ربي سبحانه، يشوف ثعلبان يبول على الصنم الذي كان يعبده من دون الله، فخطرت بباله مسألة القدرة. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان رباً كان يحمي نفسه، فلا خير في رب لقته المصائب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. شوف ربي سبحانه لما يسوق إليك الهداية. ولذلك شيوخ التصوف هم يسوقون الهداية، الهداية من الله، لكن الله جعل هذه الهداية على يد فلان، يقول لك فلان أسلم على يد فلان، فلان تاب على يد فلان، هذا الذي تبت على يده ساق إليك الهداية، هذا الذي أسلم على ساق إليك الهداية.
فإذا جعلك الله ممن يسوق الهداية إلى الناس على يدك فأنت إن شاء الله من المقربين. هذه نعمة لابد أن تشكر الله عليها. والذين يسوقون الهداية قد يكون من عوام الناس، لا يشترط أن من كبار العلماء والحفاظ، من عوام الناس، من عوام الناس. أنا اسمحوني أن أقول لكم، امرأة من مدينة قالمة، عجوز كبيرة، عجوز كبيرة لا تفقه في الإسلام شيئا إلا أنها تقول لا إله إلا الله، أسلم إسباني على يدها لأنها جابت رجل إسباني سبغ البيت، يسبغ البيت، فيوم عيد الأضحى دات له اللحم، دات له اللحم لحم الأضحية، وهو كافر، لكنها بالفطرة انتحى ذهبت إليه، قالت له يا فلان هل أكلت من هذا اللحم؟ قال لا. قالت له لا تأكل لا تأكل، أنا أخطأت، هذا لحم سيدنا رسول الله ذبحناه بسم الله، كيف يأكله كافر؟ هكذا عقيدتها مسكينة، أن هذه الأضحية كيف يأكل منها كافر؟ قال لها اتركيني أيام لا تأخذي اللحم، خليه في الثلاجة. فدرس وبحث وبعد أيام أعلن إسلامه في المسجد، في المسجد، لأن هذه العجوز بالفطرة انتحى، قالت هذا لحم كيف يدخل في رجل كافر وهو لحم المسلمين؟ بالفطرة البسيطة، بالطريقة البسيطة ذهبت إليه وهي مرعوبة من أن يكون قد هذا الكافر أكل من لحم أضحية المسلمين، وساق الله الهداية له على يد هذه العجوز. هي تسوق الهداية، سياقة الهداية والحمد لله. إذن التنزيه في المصطلح، في الإصطلاح، هو أن تنزه الله، أن تبعد الله تبارك وتعالى، أن تبعد عقيدتك عن كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. هناك، وأنت مطالب بالتنزيه وأن تعتقد أن الله ليس كمثله شيء، ورد في القرآن الكريم، وردت آيات ظاهرها، أقول ظاهرها، وما هو المقصود بالظاهر هنا؟ يعني بعيد عن الخوض، لأن موضوع الظاهر هذا كتب فيه العلماء مصنفات، لكن ما نقوله هكذا حتى يفهم الناس، الظاهر هو المتبادر إلى ذهن القارئ، الظاهر، هذا الظاهر. وردت هناك ظواهر اختلف العلماء كيف تفهم، كيف تفهم، ولذلك قالوا هناك محكم وهناك متشابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغون، أشفوا هنا، أتوقفوا هنا، أشفوا، الذين في قلوبهم زيغون، خشوا يأتي الراسخون، أو عندنا زوج صنفين من الناس، عندنا صنف الذين في قلوبهم زيغون وعندنا الراسخون، وأنت أيها المسلم اختار، اختار، إذا أردت أن تتبع الذين في قلوبهم زيغون خيارك، وإذا اخترت أن تتبع الراسخون في العلم خيارك. القرآن يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آية محكمة واضحة، آية محكمة، المحكم، قال لك المحكم هو الذي لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، قل هو الله أحد، خلاص، قل هو الله أحد، واضحة، آية واضحة، آية واضحة، قل هو الله أحد. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه، فعل أمر، والأمر هو طلب الفعل للوجوب، وقد لا يكون على غير الوجوب، هنا للوجوب. المحكم هو ما احتمل من التأويل وجها واحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، آية محكمة يفهمها الكبير والصغير والعام والجاهل والعالم. وقل رب ارحمهما كما ربياني، قلوا صغيرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هنا اسمحوا لي نفتح قوس، اسمحوا لي الله يرضى عليكم، خلوني نفتح قوس ونكمل في التنزيه. وش قال ربي لرسول الله؟ وش قال له؟ وقل ربي ارحمهما. وقل الخطاب لمن؟ لرسول الله، الخطاب لرسول الله وبعد رسول الله للأمة. قال له وقل ربي ارحمهما، يا محمد قل ربي ارحمهما. فإذا كان رسول الله يقول لوالديه ربي ارحمهما، فكيف يأتي من يكفر الوالدين الكريمين؟
أو قال له قل ربي ارحمهما، هو يأمره أن يترحم على والديه. فكيف يأتي جاهل اليوم يكفر الوالدين الكريمين ورسول الله مأمور من الله، أمر من الله أن يقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال لي أحدهم الخطاب هنا لأمته، قلت له وقل خلاص كلمة وقل رفعت كل إشكال. الخطاب لرسول الله، ألم يأهو؟ هل قال رسول الله ما أمره ربه؟ لا شك أنه قال ما أمره ربه، لأنه يطيع الله تبارك وتعالى. إذن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آية محكمة لا تحتاج من التأويل إلا وجها واحدا. جاء وأخر متشابهات، جاء في القرآن آيات متشابهة كيف تفهم؟ الرحمن على العرش استوى، القاعدة عند أهل السنة الرحمن على العرش استوى دائما ليس كمثله شيء. خلاص، إذا اعتقدت أنه استوى ليس كمثله شيء فأنت لست في إشكال ولا في مشكل. لكن هناك جاء من يقول استوى بمعنى جلس، من أين جئت بجلس؟ هو قال استوى. جاء من قال استوى جلس حقيقة، من أين جئت بجلس ومن أين جئت بحقيقة؟ هذه من أين جئت بها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هنا ابتغاء تأويله على غير معناه الصحيح. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن توقف على وما يعلم تأويله إلا الله، قال لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تبارك وتعالى، ومن توقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وجعل الواو عاطفة وليست للابتداء، قال الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن. ولذلك كان حبر هذه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله القرآن والتأويل، كان يقول أنا ممن يعلم تأويله، كان يقول أنا ممن يعلم تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قولوا لي بالله عليكم تبعوا مليح، والراسخون في العلم واش يديروا؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قولوا لي بالله عليكم، ما هوش حتى عوام المسلمين يقولوا آمنا به كل من عند ربنا؟ حتى عوام المسلمين يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. تروح لأي عامي يؤمن بالقرآن ويؤمن بأنه كل من عند ربنا. إذن الآن ما هي ميزة، لماذا كانوا راسخين في العلم؟ أعلاها ربي وصفهم بأنهم والراسخون، ما راهمش من العلماء، ليسوا من العلماء، هم من الراسخين في العلم. راسخ في العلم، ما هوش حتى مقلد، الراسخون في العلم يقولون. إذن الميزة هي أنهم يعلمون. ولذلك أول سيدنا عبد الله بن عباس، أول الكرسي، أول اليد، أول الساق، لماذا كان يؤول؟ لأنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون معاني القرآن الكريم. فلما قال الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الأمة الإسلامية جرت على هذا القولين. هناك جماعة من السلف ومن الخلف ومن خلف الخلف إلى يومنا هذا قالوا نحن لا نؤول، نفوض لا نؤول. ما هو التفويض؟ هو السكوت. خذ بالك، التفويض هو السكوت، أن تسكت لا تقول شيئا، ولا ينسب لساكت قول. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا ينسب لساكت قول، فمن سكت فقد سلم. الاعتراف بالعجز. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا أعرف، لا أقول شيئا. عندها معنى يعلمه الله، أنا أؤمن بها لأنها قرآن. نعم أنا أؤمن بالاستواء لأنه قرآن، ورد في القرآن، لكن لا أحدد له معنى، لا أحدد. التفويض هو عدم تحديد المعنى،
هو السكوت أمام كتاب الله وأمام سنة رسول الله. السكوت، ناس حبة تربح السلامة، حب يربح السلامة، يا سيدي أنا خلاص أنا لا أعرف، أنا أسكت، أنا لا أخوض، أنا لا أقول شيئاً، أنا أؤمن فقط، أنا أؤمن. قل أنت الكرسي، هذا الكرسي كيف هو، عنده قوام ولا ليس؟ قال لها أنا أؤمن فقط بالكرسي يا سيدي. ونضع الموازين القسط، ما معنى الميزان؟ أنا أؤمن بالميزان، عنده كفتين ليس له كفتين في الشكل، أنا أؤمن. هؤلاء ربحوا السلامة، لأن كان زمانهم زمان السلامة، زمان سلامة القلوب. حتى أن الصبيغ أو صبيغ أو لما جاء يسأل عن متشابه القرآن فسمع به سيدنا عمر رضي الله عنه فأخذه وأشبعه ضربا ثم يسجنه ويسأله هل ذهبت تلك الشبهات، ويزيد يشبعه ضربا يشبعه ضربا، حتى قال له يا عمر إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا يا عمر، قال هل ذهبت تلك الشبهات من رأسك؟ فكان كان يعالج هذه الشبهات والخوف المتشابهات بعراجين التمر. كان زمن سلامة هذاك الوقت، لكن لما دخل العجم في دين الله ونشأت الطوائف هذه معتزلة تحكم العقل وتجعل النص بعد العقل ولا تؤمن بصفات الله، وإنما يقولون أنها تقوم بغيره. نعم الله سميع بصير ولكن في غيره، الله ذات بلا صفات. ثم نشأت الحشوية المجسمة الذين ساروا على المنهج اليهودي في الاعتقاد، المنهج اليهودي. أنا عمري ما قلت أنهم يهود، وإنما قلت ساروا على المنهج اليهودي في الاعتقاد. ونقول لكم المجسمة من أين جاءوا بالتجسيم، هذا سؤال مهم، من جابوه المجسمة، من أين جاءوا بالتجسيم؟ تبعوني جيدا. اليهود كانوا يعيشون في مصر، اليهود أين عاشوا؟ عاشوا عند الفرعون. اليهود كانوا يرون الفرعون يجلس على العرش ويضع رجليه على الكرسي ويحمل، هكذا الفرعون يحمل على أكتاف الرجال. كانوا يرون الفرعون يقهقه بطريقة الفرعونية ويفتح فمه ويرى الناس لهواته وأضراسه لما يقهقه، كان اليهود يرون هذا. اليهود هم قادة التشبيه والتجسيم، فلما حرفوا التوراة ونزعوا منها صفات الله تبارك وتعالى التنزيهية، ماذا وضعوا؟ وضعوا صفات الفرعون في التوراة. فلما أسلم بعض من أسلم من اليهود كعبد الله بن السلام رضي الله عنه وكان مسلما مبشرا بالجنة، ونوف البكالي ووهب بن منبه، لما أسلموا كانوا يحدثون المسلمين بما قرأوه في التوراة، لم يرفعوا كلامهم إلى رسول الله، ما قالوش قال رسول الله، لا، هو يحدث بما رأه في التوراة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما معنى وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ يعني لما تحدث عن بني إسرائيل تقول قال بنو إسرائيل، يعني أنسبها إلى بني إسرائيل، هنا لا حرج. قل قرأت في التوراة، هنا لا حرج. قل حدثني حبر يهودي أنهم يقولون، هنا لا حرج، لأن لا يمكن أن تكون الشبهة وأنت نسبتها إلى بني إسرائيل. لكن الكارثة أين وقعت؟ وقعت أن بعض رواة الحديث من الحشوية المجسمة يعتقدون أن الصحابي لا يحدث إلا عن رسول الله، فقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، ورسول الله لم يقلها، وإنما هذا الحديث جاء من الإسرائيليات عن بني إسرائيل. وهكذا تسربت العقيدة اليهودية إلى الكتب الإسلامية وإلى المصنفات الإسلامية، فانبرى لها رجال أهل الله من أهل التنزيه، انبروا في التصحيح والتضعيف والتحذير، فبينوا وصنفوا وحذروا وحكموا بالوضع على هذه الإسرائيليات. لكن هذه الإسرائيليات نجحت
نجحت في تشكيل جماعة آمنت بهذه الإسرائيليات وهي عقيدة يهودية. ولذلك كنت أقول دائما أخطر تزوير، أخطر تزوير وقع في التاريخ الإسلامي هو تزوير العقيدة اليهودية، حولوها إلى عقيدة إسلامية سنية سلفية مأخوذة من الكتاب والسنة، وهي عقيدة يهودية، عقيدة يهودية. من اعتقد أن الله في السماء، اعتقد أن الله في السماء، المسيحي قبل أن ينام يقول ربنا الذي في السماء، دائما المسيحي يعتقد أن الله في السماء، اليهودي يعتقد أن الله في السماء. ولذلك كل آيات السماء التي وردت في القرآن معناها العلو، العلو. احنا في الدرجة الجزائرية يا فضيلة الشيخ، في الدرجة الجزائرية لما يريد الجزائري يعبر لك على الرجولة يقول لك الخبز والماء والرأس في السماء. وماذا يعتقد؟ يعني العظمة، الرجولة، العلو، ولا يعتقد أبداً المكان. هكذا السماء فيها النجوم، السماء فيها القمر، السماء فيها الكواكب. كيف يكون الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه السماء كيف يكون فيها؟ وهم يعتقدون أن الخالق إذا حل في المخلوق فهذا كفر. والله كفروا الإمام ابن عربي الصوفي، كفروه على زعم أنه يعتقد حلول الله في مخلوقه. تكفرون الإمام ابن عربي بتهمة أنه يقول بوحدة الوجود، ثم تقولون أنتم بوحدة الوجود فتعتقدون أن الله يحل في السماء. والإمام ابن عربي يقول في ديوانه: ودع مقالة قوم قال قائلهم بأنه بالإله الواحد اتحدا، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا وعن شريعته وعن حقيقته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. هذا كلام ابن عربي، إذا أردت أن تتهمه بعد هذا وهذا في ديوانه فهذا وما اخترت أنت. ودع مقالة قوم قال قائلهم بأنه بالإله الواحد اتحدا، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا وعن شريعته وعن حقيقته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. كيف تكفرون الرجل بتهمة اعتقاد حلول الخالق في المخلوق ثم تعتقدون حلول الخالق في العرش، ثم تعتقدون حلول الخالق في السماء؟ سبحان الله. إذن السلف رضي الله عنهم وش كان الموقف انتحهم من المتشابه؟ الموقف انتحهم، أعوذ بالله من كلمة أنا، على خلاف كثير ما تسمعون وما تقرؤون. يقول لك السلف يفوضون والخلف يؤولون، العبارة هذه ليست دقيقة، ليست دقيقة. وإنما أنا أقول أعوذ بالله من كلمة أنا أن السلف فوضوا ما يجب تفويضه وأول ما يجب تأويله، ليس كما نسمع كثيرا ما يقولون السلف يفوضون هكذا، كأن السلف لم ينقل عنهم تأويل ولا تفسير، حتى قالوا مذهب السلف أحكم ومذهب الخلف أعلم. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا أرى أن السلف أول ما يجب تأويله وفوض ما يجب تفويضه، والخلف كالسلف أول ما يجب تأويله وفوض ما يجب تفويضه. وإلى يومنا هذا لا زالت هذه المسألة، بعض العلماء يؤولون وبعضهم يفوضون. ما هو التأويل؟ التأويل هو حمل الآية على غير ظاهرها المتبادر إلى عوام الناس، حمل الآية على غير الظاهر المتبادر إلى عوام الناس. لما ربي سبحانه وتبارك وتعالى يقول عن الشعراء وشبوش بهم الشعراء: يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. أين هذا الواد؟ وأنهم في كل واد من أودية الشعر، من أودية الشعر. الشاعر حتى قيل أن أفضل الشعر أكذبه، الشاعر يقول لك وصعدت إلى السماء وقطعت يدي ولم يصعد لا إلى السماء ولم يقطع يده. ف
فلما القرآن يقول لك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه، هنا معناها الرسول جاء بالعضلة هكذا بعضلة اللسان إلى قومه، هنا من الواضح وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلغة قومه، بلغة قومه، فعبر القرآن عنها باللسان، لأن اللسان هو آلة الكلام، آلة الكلام. فالسلف رضي الله عنهم أول ما يجب تأويله لم يتحرجوا، لم يتحرجوا، واشترطوا ثلاثة شروط، ثلاثة شروط إذا توفرت فالتأويل صحيح. خلاص الأمر بسيط جدا، ماشي كما اليوم حبوا يعقدوا العلماء. القرطبي يقول لك خذ حذرك من القرطبي يؤول، خذ حذرك من الطبري يؤول، خذ حذرك من، لماذا لا أخذ حذري؟ قالوا ثلاثة شروط إذا توفرت التأويل صحيح. الشرط الأول أن تكون الآية تحتمل المعنى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول وجه ربك ذاته، يعني ويبقى ربك. إذن هل الآية تحتمل هذا المعنى؟ نعم الآية تحتمل هذا المعنى. الشرط الثاني أن يكون هذا التأويل ورد في لغة العرب. هل ورد في لغة العرب الوجه بمعنى الذات؟ نعم ورد حتى في القرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. هل معنى الآية ولوا وجوهكم بمعنى أن تضع وجهك للقبلة وذاتك لغير القبلة؟ لا، بمعنى ولوا ذواتكم، كونوا على القبلة كيفما كنتم. إذن ورد الوجه في لغة العرب بمعنى الذات، فأولنا ويبقى وجه ربك بمعنى يبقى ربك، تبقى ذاته. إذن الشرط الأول قد وقع، أن تكون الآية تحتمل المعنى. الشرط الثاني قد وقع، أن يكون ورد في لغة العرب. الشرط الثالث ماذا قالوا؟ أن يكون من أهله، أن يكون من أهله. أنت تريد أن يكون الإمام الرازي عقل الرازي كعقلك؟ أنت تريد من الإمام الطبري أن يفهم القرآن كما تفهمه أنت؟ أن يكون من أهله. إذا كان العالم الراسخ في العلم كما قال القرآن الراسخون، إذا الراسخ في العلم بلغ درجة من الرسوخ ففهم فهما في الآية لم تفهمه أنت ولكن ورد في لغة العرب والآية تحتمله، فيسلم له تأويله، لا يضلل ولا يبدع ولا يكفر ولا تخرجه من السنة، يسلم له تأويله. شوفوا نعطيكم آيات توحد ربي. قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، يعني أغلب العلماء قالوا بأعيننا بمعنى بحفظنا، أن سفينة نوح عليه السلام تحت حفظ الله، تحت حمايته، دعوها فإنها مأمورة، عندها أمر من أين تنطلق وأين ترسو. كل العلماء قالوا تجري بأعيننا بمعنى بحفظنا، لكن كاين عالم من العلماء، عالم ما شاء الله، فهم فهما في الآية تجري بأعيننا بأحبائنا. واش كاين؟ كاين في سفينة نوح المسلمون فقط، ليس فيها كافر، الكافر رفض أن يصعد، ليس فيها إلا أهل الله. فقال تجري بأعيننا بمعنى تجري بأحبائنا، تجري بأوليائنا، تجري بمن أسلم. الآن الآية تحتمل المعنى، لأن ورد التعبير بالعين عن الشيء الثمين والجميل، والآية تحتمل المعنى وورد في لغة العرب وجاء من أهله، فالتأويل صحيح. الإمام مالك رضي الله عنه كما روى عنه ابن عبد البر في التمهيد عن الإمام الجبالي، ويقول الإمام ابن عبد البر يقول وهو من ثقات المسلمين. إذن الرواية صحيحة لا مطعن فيها، من الذي يصححها؟ ابن عبد البر أحد أمراء المؤمنين في علم الحديث. فالإمام مالك قال ينزل ربنا تنزل رحمته، هذا تأويل الإمام مالك. هل ظل الإمام مالك؟ هل ابتدع؟ هل أخطأ؟ هل خرج من السنة؟ لا، أول ما يجب تأويله
وفوض ما يجب تفويضه ينزل ربنا، قال تنزل رحمته. ودليل ذلك أنه ورد عند النساء قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حتى يمضي ثلث الليل الأول فيأمر مناديا يقول، فيأمر مناديا يقول. وأفضل ما فسرت به السنة هي السنة. فالذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى ينزل حقيقة، يعني من مكان كان فيه إلى مكان جاء إليه، فهذا حلول واتحاد، وأنتم تكفرون الحلول والاتحاد. كيف تعتقد أن ربك يحل في هذه السماء؟ كيف تعتقد هذا؟ والنبي قال: كان الله ولا شيء غيره. الإمام أحمد رضي الله عنه أول المجيء، حتى قال الإمام البيهقي، وهذا سند صحيح لا غبار عليه، سمعت لا غبار عليه، قال: وجاء ربك، قال: جاءت رحمته، أو هكذا قال، يعني التأويل ذكره ابن كثير. سيدنا عبد الله بن عباس أول الساق ويكشف عن ساق، قال: يكشف عن الأمر الشديد. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وضع لنا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ ورويت عنه بالسند الصحيح، ورواها الطبري ورواها غيره، قال: إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب. أما سمعت قول الشاعر: قد سن لقومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق، وقامت الحرب بنا على ساق، يعني على شدة، لأن الرجل إذا أراد أن يقطع واديا ماذا يفعل؟ يشمر على ساقه، يشمر. لماذا يشمر؟ لو كان الأمر ليس شديدا لا يشمر، فالناس لا تشمر إلا إذا كانت قضية خطيرة، سيقطع واديا أو يخوض طينا أو وهكذا أو ثلجا أو. سيدنا عبد الله بن عباس فسرها بلغة العرب: إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، فإنه ديوان العرب. إذن فهم القرآن باللغة العربية هذا هو المذهب الصحيح، وهذا مذهب الأشاعرة، أن تفهم القرآن باللغة التي نزل بها. القرآن نزل هكذا: الله تبارك وتعالى يقول، اسمعوني جيدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نسوا الله فنسيه. نسوا الله فهمناها، وخلق الإنسان ضعيفا انسى فنسيهم. الله تبارك وتعالى في آية أخرى ماذا يقول؟ وما كان ربك نسيا. هنا قال فنسيهم، في الآية الأخرى يقول وما كان ربك نسيا، في آية أخرى واش يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الاختلاف ليس موجود في القرآن. إذن نسوا الله فنسيهم يختلف معناها عن وما كان ربك نسيا. نسيهم ذهبنا إلى اللغة العربية فوجدنا بمعنى أعرض عنهم، أعرض عنهم من باب المشاكلة، أعرض عنهم، أنتم نسيتم الله فهو يعرض عنكم، فهو يعرض عنكم. إذن القرآن فيه آيات محكمة هي الحاكمة على المتشابه، وهذا كالمتشابه يرجع به إلى المحكم. الله تبارك وتعالى لم يخلق السماء ليسكنها، لم يخلق الجنة ليسكنها، هذا كله خلق من خلقه. جابوا لنا حديث جارية سوداء نوبية، صاحبها ومالكها من شدة العجمة لم يفهم أصلاً هل هي مسلمة أو كافرة. أتصور معي أنت أن تلتقي بإنسان من شدة العجمة ومن شدة إساءة الكلام أو لا ينطق أو أنه أبكم أو أنه لا يفهم، أي أن يصل بك الأمر إلى درجة أنك لا تعرف هل هو مؤمن أو كافر. سبحان الله، هل يقع هذا؟ نعم وقع هذا. جارية سوداء نوبية عندها عجمة لا تعرف تنطق لا تفهم، صاحبها لم يفهم هذه مسلمة أو كافرة، هل يجوز أن يعتقها أو لا يعتقها؟ جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، شوف هذه البنت، هذه مسلمة كافرة؟
جاءت روايات عديدة، قد تصل إلى 14 رواية. رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: من ربك؟ قالت: الله. هذه رواية صحيحة ويرويها الإمام مالك رضي الله عنه. جاءت رواية أنه أشار بيده هكذا، لأنها كانت أعجمية وبكماء هكذا، فأشارت هكذا لأن لغة الأبكم هي الإشارة، فأشارت بإصبعها أي أنها برئت من الأصنام، أشارت إلى السماء إلى أنها تعتقد في الله وليس إلى أنها تعتقد في المكان العدمي. هذه فلسفة لا تعرفها جارية سوداء نوبية ولا تفهم. جاءت الرواية أنه سألها وأنها جاوبت إشارة، جاءت الرواية أنه أشار وجاوبت بالإشارة. ولكن قولوا لي بالله عليكم، احنا أمام روايات كثيرة، واش قلنا القاعدة؟ كل حديث لابد أن يفسر بالعودة إلى ليس كمثله شيء. خذ بالك، لا يجوز لك أن تفهم أي حديث أو آية بعيداً عن ليس كمثله شيء. الآن أنت عندك روايات، رواية ظاهرها إثبات المكان لله، وعندك رواية ظاهرها تنزيه الله عن المكان أي ليس كمثله شيء. لماذا الحشوي المجسم الذي يسير على المنهج اليهودي في الاعتقاد يرجح الرواية التي تدل على المكان؟ لأن هذه هي العقيدة اليهودية، بينما العالم المسلم التقي النقي المنزه الذي يؤمن أن الله كان ولا مكان، وأن الله تبارك وتعالى لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان، يقول لك الرواية الصحيحة أنه سألها فأجابت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دينك؟ قالت: الإسلام. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة لأنها لم تروى بالمعنى. والدليل على أنها هذه هي الرواية الصحيحة، لو جاءت اليوم امرأة، من إسبانيا أو أمريكا، قالت: أنا أريد أن أسلم، هل نقول لها أين الله؟ فتقول: في السماء. هنيئاً لك الإسلام. هل هناك من يدخل في الإسلام بقوله في السماء؟ لو كان من يقول الله في السماء مسلماً لكان النصارى مسلمون لأنهم يقولون الله في السماء، لكان اليهودي مسلم لأنه يقول الله في السماء. الناس لا يسلمون بقول الله في السماء، وإنما يسلمون بالنطق بكلمة الشهادة. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض الشهادة على 120,000 صحابي ولم يعرض القول في السماء على صحابي واحد. لماذا الجارية فقط من دون كل هؤلاء الصحابة يسألها أين الله؟ لم يسألها أين الله، وإنما قال لها: ما دينك؟ قالت: الإسلام. وخرج الصحابة من الجزيرة العربية وذهبوا إلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى آسيا وبلاد ما وراء النهر وإلى إفريقيا وشمال إفريقيا، ولا صحابي واحد نقل إلى الأمم الإسلامية أين الله، وإنما كانوا ينقلون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذا يدين الناس، بهذا نحكم بإسلامهم، بهذا تحقن دماؤهم، بهذا يتزوجون، بهذا يقع الورث بينهم، بالنطق بالشهادة. يذهبون إلى أحاديث هكذا، آيات يحملونها على ظاهرها. هذا هو المنهج اليهودي في الاعتقاد. إذن التنزيه، ما هو التنزيه؟ التنزيه هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى مخالف لخلقه. فإذا اعتقدت أن الله تبارك وتعالى مخالف لخلقه فقد نزهته. ومن أسماء التنزيه أقولها في عجالة: التسبيح. سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى السبح؟ أي نزه ربك عما لا يليق به. التسبيح ورد في القرآن أكثر من 80 مرة في أكثر من 80 موضع، إما أن الله يسبح نفسه، وإما أن الله يأمر بالتسبيح، وإما أن الله تبارك وتعالى يشير إلى التسبيح. سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به.
نزه ربك عما لا يليق به. ولذلك لما وقعت مسألة الإسراء والمعراج، الله تبارك وتعالى بدأها بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا بدأ بسبحان؟ لأنه سيشير إلى الزمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا ليلا، هذه لعبده ولا لله؟ من الذي جرى عليه الليل؟ العبد. من الذي جرى عليه الزمان؟ العبد. القرآن يقول لك سبحان، إياك احذر، نزه ربك، إياك أن تعتقد أن الليل قد سرى على الخالق والمخلوق، إياك أن تعتقد أن الليل جرى على الخالق والمخلوق، إياك أن تعتقد أن الليل يهيمن على المخلوق أو أن المخلوق يسري في هذا الليل، لأن الليل عبارة عن زمان والزمان يجري على المخلوق. ولذلك قدمه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبد هو الذي أسري به ليلا، العبد هو الذي صعد إلى السماء، العبد هو الذي ذهب إلى البيت إلى بيت المقدس، العبد هو الذي رأى من آيات ربه الكبرى. أما الله جل جلاله فلا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان. ولذلك وقعت مناظرة بين الإمام الإسفرايني وأحد المعتزلة، وفي هذه المناظرة فيها كل عقائد أهل السنة، تكاد تكون في هذه المناظرة في ثلاث كلمات. قال المعتزلي: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. تبان لكم كلمة جميلة، كلمة خطيرة. سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، هو يقصد أن الله تبارك وتعالى لا يخلق الشر، لا يخلق إلا الخير. فالمعتزلة يقولون أن الشر يخلقه الإنسان، فجعلوا خالقا مع الله، ونحن نعتقد أن الله خالق كل شيء. فقال المعتزلي في ذكاء: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإمام الإسفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. جواب ولا ماشي جواب؟ جواب. واش قال المعتزلي؟ قال له: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ أرأيت إن قضى علي، أرأيت إن منعني الهدى، منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ واش قال الإمام الإسفرايني؟ أنا كي نحضر على هاد السادات قلبي ولي يرعش، خاطرني عارف مساكن الجهاد اللي جاهدوه باش وصلوا لنا لا إله إلا الله. كانت حرب، حنا قرينا بزاف عن المجاهدين بالسيوف، صح لو كنت عارفوا الجهاد تاع العلماء بالعلم وحاجة لازم كل يوم تخرج صدقة على عالم هذا العلماء. فقال الإمام الإسفرايني لما قال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ شوفوا الجواب. قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيفعل في خلقه ما يشاء. هيا انتهت القصة. إن منعك ما هو لك فقد أساء. الجنة تاعك كيف تقول منعني ما هو؟ الجنة تاعك، النار تاعك، عندك معه شيء؟ كان أهل الله يقولون: خلقنا الله ولم نكن شيئا، رزقنا قبل أن نسأله، في بطن أمك الرزق يأتيك، رزقنا قبل أن نسأله وأعطانا قبل أن نسأله، كيف نسمح لقلوبنا أن يكون فيها سواه؟ قال له الإمام الإسفرايني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيفعل في خلقه ما يشاء. ليس لك مع الله شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك، اللهم أحينا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحينا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، واملأنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا نرى إلا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب يا ربي بطه المجيد،
وكل وجه راكع وساجد. اللهم اجعلنا يا ربي وكل من يحبنا ممن يقال له خذ كتابك بيمينك. اللهم كما جمعتنا في هذه الزاوية المباركة وهذا المسجد المبارك مع هؤلاء المباركون من الشيوخ وأهل العلم والعلماء وطلبة العلم، اللهم يا رب احشرنا تحت راية إمام أهل التوحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن الجزائر خائفة فأمنها، وإنها عطشانة يا رب فاسقها. اللهم إني أسألك يا رب العالمين ونحن في نهار رمضان، اللهم أنصر أسود الأنفاق واحفظهم من أهل الشقاق والتثبيط والنفاق. اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم مدهم بمدد من عندك حتى يدهش عدوك ويفرح من آمن بك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، الله 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 يا ربي شهد علينا، الله الله يا ربي تب علينا. لا إله إلا الله، الله حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. بل لا وجود لذاته من ذاته، فوجوده لولاه عين محال. الله قل وذر الوجود وما حوى، مرتاداً بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.